كثير اليوم وهو البحرين. طبعا الملف مثار منذ أسابيع، ولكن دخول قوات سعودية وإماراتية إلى البحرين ربما يشكل منعطفا في طبيعة الأزمة. ما هي الدوافع الفعلية التي أدت بهذا التدخل العسكري الخليجي في البحرين؟ هل شعرت الدولتان وشعر النظام الخليجي بأن ثمة مخاطر تتهدد عددا من دوله مما دفعهم إلى الذهاب إلى البحرين؟ سنناقش هذه المسألة مع عدد من الضيوف معنا من جدة، كما تابعنا قبل قليل السيد حسين شبوكشي وهو كاتب ومحلل سياسي سعودي، ومن بيروت ينضم إلينا الكاتب المتخصص في الشؤون الخليجية والباحث أيضا في شؤون الشرق الأوسط عبد الوهاب بدرخان، وننتظر أيضا أن ينضم إلينا من واشنطن سيمون هندرسون وهو كاتب متخصص في الشؤون السعودية وباحث في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، ويبقى معنا أيضا ميكا هالبرين من واشنطن وهو كاتب متخصص في شؤون الشرق الأوسط. قبل أن نبدأ النقاش مع الضيوف سأستمع إلى تعليق سريع من أحد المعارضين البحرينيين السيد حسن مدن الأمين العام للمنبر الديمقراطي تعليقا على دخول قوات سعودية إلى البحرين. آلية عسكرية إلى مملكة البحرين أو إلى حدود مملكة البحرين البرية الجوية والبحرية احتلالا سافرا للبلاد وتآمر على شعب البحرين الأزعل الأعزل ويخالف الاتفاقيات والأعراف الدولية في السلم والحرب. نظرا لذلك فإننا ندعو الأسرة الدولية لتحمل مسؤولية السلام والأمن الدوليين بصورة سريعة وحماية شعب البحرين من خطر التدخل العسكري الخارجي والتحرك بصورة عاجلة لمنع أي مجندين أو آليات عسكرية من دخول البحرين واتخاذ ما يلزم لحماية المدنيين بدعوة مجلس الأمن للانعقاد بشأن هذا الموضوع بصورة عاجلة. إذن تابعنا هذا الموقف وبعض المشاهد طبعا من الصدامات في الأيام السابقة بين القوات البحرينية والمعارضين البحرينيين. سيد حسين شبوكشي أبدأ معك، الدافع الرئيسي لمثل هذا التدخل العسكري وما يمكن أن يثيره من نقاشات وتداعيات في المنطقة؟ الأستاذ حسن مدن عضو جمعية الوفاق، بأن هذا الطلب الذي طلبته البحرين لاستدعاء قوات خليجية هو مخالف للأعراف والاتفاقيات الدولية، هذا كلام غير صحيح، لأن البحرين طلبها دستوري بحريني وقانوني وموافق للاتفاقيات التي أقرتها البرلمان ومجلس الشورى البحريني، وكذلك أقرته البحرين كدولة عضو في مجلس التعاون الخليجي الذي ينص اتفاقيات تنص صراحة على وجود اتفاقيات أمنية وحتى إرسال قوات في حالات الطوارئ والاحتياج التي تقر بإحدى الدول. من أيام قليلة لاحظنا حزمة معونة اقتصادية مالية قدمت من قبل مجلس التعاون الخليجي إلى البحرين وعمان، هذا لم يعتبره أحد تدخل في الشأن الاقتصادي، وبالتالي كان هناك احتياج اقتصاد اجتماعي أقرت به البحرين وتقدمت به الدول الخليجية للمعونة، والآن هناك احتياج أمني أقرت به البحرين وتقدمت لطلب المعونة العسكرية. فالتضخيم في هذه المسألة هو نوع من رفع المطالب مرة أخرى، والتهديد من قبل علي سلمان المسؤول عن جمعية الوفاق بأنه في حالة دخول هذه القوات سيعتبر تعديا على الطائفة الشيعية مما يستدعي طلب إيران للمعونة. لا أدري لماذا إدخال الشأن الطائفي في هذه المسألة، هي مسألة سياسية أمنية بحتة، نعم، ولا داعي للزج بالقصة الطائفية حتى لا يتم التأجيج. نعم تفضل. يعني يرى البعض أن البنود المتعلقة في اجتماعات في بنود يعني مجلس التعاون الخليجي يعني تشير إلى طلب دعم طبعا لحفظ الأمن إذا ما شعرت إحدى الدول بالتهديد، لكن السياق العام يفهم أنه لأي تدخل خارجي لعدوان خارجي، لكن الآن تبدو أن هذه المسألة
تشمل تدخلا من دول خليجية لحفظ نظام ضد معارضيه في الداخل، هذا ما يثير السجال والتساؤلات. السياق الأهم سيدي الكريم هو ما تراه الدولة أنه تهديد لأمنها، وما تراه من اضطرابات. الاعتقاد بأن ما كان يحدث في البحرين هو مسألة سلمية 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 كما يروج، هو يعني في نوع من سوء الفهم لمسألة سلمية. أن تسد أهم الشوارع في البحرين وتمنع الناس للذهاب إلى أعمالهم ومدارسهم وجامعاتهم وتقول أنها أنا أمارس اعتصام سلمي، أن تحتل مستشفيات وجامعات ومدارس وتقول أنا هنا أمارس الاعتصام السلمي، أعتقد أن هذا فيه انتقاص لمفهوم الناس ومفهوم السلمية. السلمية لا تتعدى حدود الآخرين ولا حرياتهم في ممارسة حياتهم الطبيعية. وما تراه البحرين كدولة وهي أدرى بشؤونها وهي أقدر على معرفة ما يمس أمنها ويمس استقرارها، فيستدعي ذلك أن تستدعي قوات من الخليج لحماية هذا الأمن وعدم التعرض للمواطنين. يعني أعتقد أن المنظومة الآن أن دخول هذه القوات هي لحراسة المرافق الأساسية من موانئ ومطارات ومن مرافق عامة وخاصة أيضا تهم المواطنين، وأن يتم التعامل ما بين المواطن البحريني وما بين السلطة في البحرين وما بين الطوائف في البحرين كلهم، الطوائف السياسية أقصد، من منظور أمني بحريني. نعم. قوات الداخلية البحرينية. أعتقد هذا هو المفهوم الذي بناء عليه استخدمت هذه القوات الخليجية. نعم، سيمون هاندرسون في واشنطن، ما هي في تقديرك يعني الدوافع الاستراتيجية إن صح التعبير التي دفعت السعودية إلى إرسال قوات ثم أرسلت الإمارات أيضا قوات إلى البحرين؟ هل فعلا العامل الطائفي بعيد عن هذه الحسابات كما يقول ضيفنا من السعودية حسين شبكشي؟ لا، الحقيقة الطائفية مهمة بالنسبة للقرار. لقد كان هذا قرارا استراتيجيا، والسعوديون حكموا بأن آل خليفة في البحرين مهددون من قبل هؤلاء المتظاهرين، وقرروا أن عليهم أن يتصرفوا. وأيضا هناك انخراط للإمارات التي توفر عناصر من الشرطة، وهذا يجعل الأمر أكثر قبولا لأنه يبدو أنه عمل يحظى بموافقة دول مجلس التعاون الأخرى. نعم، ويعني يمكن أن نفهم من كلامك أن الدول الخليجية هذه شعرت بأن نظام البحرين بات مهددا بشكل كامل بفعل حراك المعارضة. نعم، كانت هناك مشكلتان رئيسيتان في البحرين، إحداهما الحوار السياسي الذي جرى لم يبدو أنه كان يحرز تقدما حقيقيا. كان هناك الكثير من الحديث أو الكلام، ولكن مطالب المعارضة كان يبدو أنها تزداد، وبالتالي الاتفاق كان بعيدا. وفي آخر يومين أو ثلاثة كانت هناك عدة مظاهرات كبيرة أدت إلى مصادمات عنيفة بين المحتجين وقوات الأمن، وأعتقد أن هذا هو الذي أزعج السلطات البحرينية وأيضا السلطات السعودية. نعم، وإذا يمكن عبر ذلك وصف هذا التدخل بأنه عملية إنقاذ للنظام البحريني؟ بالتأكيد هذا التدخل يعزز النظام البحريني ويدعم ويدعمه، وأعتقد أنهم كانوا في حاجة إلى الدعم في هذه المرحلة. وأعتقد أن الإنسان يمكن أن يتكهن بشأن ما إذا كان هناك أي انقسام داخل حكومة البحرين، أو بشأن أن الطريق إلى الأمام يتمثل في تقديم تنازلات إلى المعارضة أو عدم تقديم تنازلات على الإطلاق. في هذه المرحلة هذه مجرد تكهنات.
نعم، أرحب من بيروت بالكاتب والباحث في الشؤون الخليجية عبد الوهاب بدرخان، أهلا بك في ساعة حرة. هل يمكن النظر إلى هذه التحركات الخليجية العسكرية لحماية الأمن والنظام في البحرين وفق ما ورد في قراري السعودية والإمارات إرسال جنود وشرطة إلى هناك، هل يمكن قراءته في البعد المتعلق بالبعد المذهبي في المنطقة إيرانيا سعوديا، أم أنه يأتي فعلا في السياق الخليجي الداخلي بناء على ما تنص عليه بنود دول مجلس التعاون الخليجي؟ أنا أعتقد أن المشكلة في البحرين حاليا لم تعد مشكلة داخلية، هي مشكلة عمليا سجل فيها تدخل إيراني، على الأقل البحرين نفسها سجلت تدخلا إيرانيا، وبالتالي دول الخليج أخذت علما بذلك وحاولت أن تستحث الولايات المتحدة لتتخذ موقفا، ولكن الموقف الأمريكي كما عبر عنه أخيرا روبرت غيتس يعني جاء إلى حد ما مستفزا لدول الخليج، لأنه يتحدث فقط عن أن البحرين يجب أن تقدم إصلاحات سياسية جوهرية ولم يتحدث عن البعد الآخر. أعتقد بأن عدم الحديث عن إيران هو يعني كما في كل مرة يطرح فيها تدخل إيران، ما هي الخطوة التالية؟ يعني إذا تحدثت عن إيران، ما هي الخطوة التالية التي يمكن أن تتخذها؟ من هنا أن هذا إرسال القوات الخليجية إلى البحرين هدفه إلى حد ما يعني نوع من خطوة ردعية للتدخل الإيراني، دعوة لإيران لكي تراجع مواقفها وتحاول تهدئة أنصارها في البحرين لكي يذهبوا إلى الحوار مع ولي العهد البحريني ولكي يطرحوا كل الملفات كما هي الدعوة الموجهة والتي نسمعها عن هذا الحوار. إذن المسألة اليوم أصبحت خليجية إيرانية ومن هنا خطورتها. وعلى أي حال البيان الإيراني بالنسبة إلى إرسال القوات كان واضحا، وحتى ردة فعل المعارضة الشيعية واضحة أيضا، لأنها صعدت باعتبارها احتلال، رغم أنه معروف طبعا بأن مثل هذه التحركات أو مثل هذه الخطوات داخل مجلس التعاون يعني تأتي في سياق الاتفاقات ومن طبيعة الأشياء، ولا أحد يعني يتصور بأن البحرين طلبت دعما بالقمع، يعني لم تطلب قوات إضافية من السعودية أو من الإمارات أو من دول الخليج كافة لكي يساعدوها في إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع أو قمع المتظاهرين. إنهم هي خطوة على أي حال رمزية، لأن القوات البحرينية كانت تستطيع أن تسيطر على الوضع، إنما دول الخليج أرادت أن تعبر عن تضامنها مع البحرين تحديدا، وحتى لو لم يقال ذلك، تحديدا ضد التدخل الإيراني. نعم، عبر الهاتف ينضم إلي من المنامة النائب الثاني لرئيس البرلمان البحريني السيد عادل المعاودة، أهلا بك سيد عادل في ساعة حرة. إلى أي مدى يمكن أن تؤدي هذه الخطوة بدخول قوات سعودية وإماراتية إلى البحرين إلى إثارة نوع من الإخلال بالأمن أكثر من ضبط الأمن، بمعنى إذا ما اعتبرت المعارضة البحرينية هذه القوات على أنها قوات محتلة، فهل ثمة مخاطر لاندلاع مواجهات أو حرب ما ولو على شكل مصغر بين قوى معارضة وهذه القوات الخليجية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا هذا كلام يعني بعيد جدا، فقوات سعودية أو إماراتية تحتل ماذا؟ تحتل البحرين. هذا كلام حقيقة يعني أعتقد أنه هو يعني الإنسان لا يحتاج أن يرد عليه.
السعودية تحتل البحرين لماذا؟ أو الإمارات تحتل البحرين لماذا؟ وهو كما ذكر الأستاذ الفاضل الذي سمعت جزء بسيط من كلامه الأخير الذي قال أن هذا يظهر للسوليداريتي التي يعني التعاون اللي بين دول مجلس التعاون ويعني لإظهار الوضع الواحد والمصير الواحد والقضية الواحدة. ولن أبدا حتى السعودية لا تقبل ولا الإمارات تقبل أن هي تأتي لتضرب البحرينيين أبدا. بل عندنا كما ذكر أيضا الأستاذ الذي سبقني عندنا من الجيش ما يستطيع أن يتدخل بالقوة، عندنا من القوات الأمنية ما تستطيع أن تتدخل بالقوة، لكن يعني أعتقد يكفي البحرين فخرا لكلها إلى هذه الدرجة الآن، رغم التصعيد الذي يرى، رغم الانفلات الذي يرى، رغم العنف الذي يرى الآن في الشارع، أنتم ما ترون تضييق على الناس في شوارعهم، في الصحة، في التعليم، شباب يعني منفلت بأسلحة بيضاء، ومع ذلك لكل هذا القوات الأمنية يعني ضابطة النفس لأبعد درجات إلى درجة أنه طيب سيد عادل، كيف تفسرون موقف المعارضة؟ المعارضة تقول أن هذا كله ينتهي حينما يستجاب إلى مطالبها، وبالتالي لن يكون هناك تعطيل للحياة العامة أو إضرابات وما إلى ذلك. نشير طبعا إلى أن إضراب النقابات اليوم يعني أثر في البحرين بشكل كبير. كيف تفسرون إذن خطوات المعارضة حيال ما يجري الآن في البحرين، حيال هذا التدخل واعتباره احتلالا؟ أولا يا أخي هذا لا يخفى على أحد أن مطالبات المعارضة هي ليست واحدة ولا على درجة واحدة، فمع من تتكلم؟ إذا أخذنا يعني الكتلة الأكبر اللي هي يعني ربما الوفاق، أما باقية الجمعيات صغيرة ومجتمع حتى تكون لها كيان، والوفاق تصرح تصريحا وليس تلميحا ليست مع إسقاط النظام وإنما مع إصلاح النظام، بينما الكثير الذي يظهر أنه يريد إسقاط النظام. فالآن القضية أصلا ليتفق على شيء واحد. ثانيا مبادرة سمو ولي العهد قد ظهرت للعيان وأعلنت أن كل شيء ممكن، لكن في كل عالم متحضر في كل قضية حتى الأنبياء وهم أعلى سلطة في الدنيا، الأنبياء جاءوا إلى الناس وتحاوروا معهم الحجة بالحجة والرأي بالرأي ويوصل إلى توافق. أما أن نقول لا حوار ولا شيء، إذا ماذا؟ تكسير. نعم سيد عادل، يقولون أن هذه الدعوة للحوار لم تشمل قبولا بالمبادئ التي تحدث عنها السيد ولي العهد، ولكن تقول أنهم مستعدون لمناقشة هذه الأمور بما اعتبرته المعارضة تسويفا وكسبا للوقت ومماطلة. هل ثمة إرادة جدية من قبل النظام في تقديرك لقبول بعض هذه المطالب وليس فقط طرحها للنقاش ثم رفضها؟ الكل يعلم جدية هذا الحوار، كل المراقبين الدوليين أعلنوا ثقتهم في جدية الحوار، كل الزوار من أمريكا ومن فرنسا ومن بريطانيا ومن دول عربية كلهم التقوا مع ولي العهد وأجمعوا أن الجدية كبيرة ومن كل جهة. ثم أن الحوار، أليس الحوار هو للنقاش أصلا أم أن الحوار هو إملاءات؟ احنا لا نريد عملاءات لا من هذا الطرف ولا من ذاك الطرف، نريد ان ثانيا المعارضه تريد ان تقول هذا رايي يجب ان يكون، اليس هناك طرف اخر؟ اليس هناك تجمع كبير قد اثبت يعني حجمه الضخم جدا وقال لنا مطالب ايضا في التجمع الوحده الوطنيه؟ اليس هناك منظومه خليجيه ايضا يجب ان تكون في قناعه في العمل يكون يعني بكل هذه المعطيات مع بعض؟ أم أن الحوار يكون أنا عندي مطالب يجب أن تنفذ؟ هذا إذن ليس حوار.
نعم ابقوا معي قليلا سيد عادل المعودة لو سمحت. سأسأل ميكا هالبرين يعني تعليقهم في هذه المسألة. موضوع البحرين سيد ميكا، هل يمكن أن تقرأه في سياق المخاوف الخليجية من تمدد النفوذ الإيراني، وبالتالي هذا ما استدعى تدخلا سعوديا إماراتيا ميدانيا في البحرين؟ لا يوجد أي شك في أن هناك لعبة أكبر تدور هنا، والبحرين هي جزء من قضية أكبر بكثير. حقيقة الأمر أن الأولاد الكبار في اللعبة هم إيران والسعودية، وهناك نزاع طائفي، هذا نزاع بين الشيعة والسنة، ودعونا أو إذا لم نرى هذا فإننا لن نفهم القضية الأكبر. المبدأ السعودي هو أنه هناك ثورة شيعية كبرى تدور في البحرين ولا يتم عمل أي شيء لقمعها. نتيجة لذلك إيران تكتسب المزيد من القوة في العالم الإسلامي. المسألة ليست مسألة فخر، وإنما انقسام بين التقليدين السني والشيعي، ولا يوجد أي شك في أن هناك تقليد طويل من التشيع والارتباط مع إيران. لا يجب أن ننظر إلى دولة وأن هناك دولة أخرى ترسل قواتها، الصورة هي أكبر من هذا بكثير. نعم سيد ميكا، دعني أقاطعك في هذه النقطة لو سمحت، وأسألك في سياق ما تتحدث عنه، وكأن الأمور تبدو وكأن شيعة البحرين إنما هم يخدمون مصالح إيرانية، لكنهم في تظاهراتهم الشعار أبرز لهم يقولون نحن بحرينيون. وأمس كان معنا أحد رموز يعني جبهة جمعية الوفاق المعارضة وقال لا نريد تدخلا لا إيرانيا ولا سعوديا. أنتم تقرؤون ذلك على أنه شعارات أم أنه فعلا يعبر عن الواقع؟ يعني هل في كلامكم تشكيك بوطنية الشيعة البحرينيين؟ لا، هناك شيئان يحدثان بالنسبة للشيعة في البحرين. الأول، إيران تساعدهم. ثانيا، البحرين أو الشيعة في البحرين يريدون الانخراط في البنية المجتمعية. قبل 3 سنوات القيادة البحرينية أدركت أن التقليد الشيعي سوف يتحرك أعلى وأعلى في الشرطة والجيش، وكانت هناك محاولة لإزاحتهم من المناصب العليا في الجيش والشرطة والحكومة، وبالتالي الشيعة فقدوا سلطة وقوة وهم يريدون هذا، وهم يستخدمون قوة إيران كأداة للحصول على هذه القوة ثانية. نعم شكرا جزيلا لك سيد ميكا هالبرين على المشاركة معنا في الموضوعين الليبي والبحريني. سأتابع مع سائر الضيوف. سيد حسين الشبوكشي، يعني كيف تعلق على ما استمعت إليه قبل قليل من أن السعودية رأت فيما يجري في البحرين ثورة شيعية لا يفعل شيء لوقفها أو قمعها؟ هذه على كل وجهة نظر غالبية من الباحثين في خارج المنطقة. الرؤية من جدة للبحرين أقرب منها من واشنطن للبحرين، مع احترامي الشديد، فرق كبير بين التنظير والجانب العملي. خلينا إذا دخلت في الملف الطائفي، يجب أن نعلم أن ليس كل الشيعة في البحرين على نفس الرأي. هناك شيعة في البحرين يتبعون السيد السيستاني ومرجعيته المعروفة في النجف في العراق، كان كثيرا من البحرينيين يتبعون السيد محمد حسين فضل الله في لبنان، وهناك فئة في البحرين يتبعون طبعا الخامنئي في إيران. فبالتالي ليس كل الشيعة على رأي واحد، وهناك أصوات داخل البحرين تعتبر أن هناك ضرورة ملحة جدا من فتح باب الحوار مع النظام. نعم عفوا أستاذ حسين، هذه ولكن نقطة مهمة جدا فقط لو سمحت لي، نقطة مهمة جدا ما ذكرته هو المرجعيات الدينية لهؤلاء الشيعة، لأن ثمة من يقول أن المرجعية الدينية لا تعني بالضرورة المرجعية السياسية. والاعتقاد هذا صحيح، وهذا يعني هل يعقل انه بعد ما فتح هذا الباب ان نرى جزء من البحرينيين الشيعة، خلينا نسميها كما هي، ان يطلبوا الان المعونة من المالكي في العراق على سبيل المثال والتدخل، لانهم يتبعون المرجعية الموجودة في العراق؟
هذا طبعا هراء لشديد الأسف واختزال المواضيع من مراكز صناعة قرار تأخذ مواضيع على الورق وتنظر. لا، الموضوع غير ذلك تماما. هناك سنة يطالبون بإصلاح في البحرين، وهناك قضايا كثير جدا موجودة. في فرق بين الإصلاح وفي فرق بين العبث في الأمن. هناك مخاطر على حياة الناس الآن في البحرين، الوضع مضطرب أمنيا، في مشاكل سياسية وفي مشاكل إصلاحية مطلوبة أن يلم بها. السنة والشيعة لهم مطالب في البحرين، وليس بعض الشيعة، ولكن اختزال الصوت الأعلى الذي ينادي بالتدخل الإيراني علانية وصراحة، واعتباره أنه هو كل المعارضة في البحرين، هذا نوع من اللعب بالنار، لأنه هذا خطأ. في كثير من الأصوات الشيعية العاقلة جدا في البحرين، الوطنية المخلصة، لا يجب اختزالها مع الآخرين. لكن سيد حسين، هناك هنا يطرح سؤال يعني بشكل شيعة. واضح لهم مطالب ولهم مظالم. في شعارات الحركات الشيعية البحرينية يعني يقولون أنه لم يطلب أحد بشكل واضح وعلني تدخلا إيرانيا أو أنه يخدم مصالح إيرانية، ويقولون كيف تتهموننا بذلك، وفي الوقت نفسه التدخل الخارجي لدعم النظام بات موجودا على الأرض ومعلن في قرارات لمجلس الوزراء السعودي والإماراتي. يعني ألا يشكل ذلك نقطة لا تخدم الحديث عن أن ثمة تدخلا إيرانيا في البحرين؟ لن أنظر أخي حسين. سأقول لك يعني مشاهد وأشخاص. علي مشيمع معارض بحريني موجود في المملكة المتحدة، صرح على البي بي سي أنه سيستدعي القوات الإيرانية في حال دخول القوات الخليجية. الشيخ المحمود قال على لسان علي سلمان أنه سيستدعي القوات الشيعية في حال دخول القوات الخليجية. هذه أقوال قيلت وليست على لساني. نعم، هذا ما أربطه، يعني يقولون أنه في حال دخلت، هل كان الوضع يستدعي بالضرورة دخول القوات الخليجية إلى البحرين؟ هذه مسألة يحسمها النظام في البحرين. النظام في البحرين رأى أن هناك مصالح تعطلت ومخاطر على المواطنين، وأصبح الهم الأمني أهم من الهم السياسي. كانت المسألة سياسية إلى حد قريب، ولكنها تحولت إلى مسألة أمنية تهدد الاستقرار السلمي لمواطني البحرين وللدولة. فبالتالي ارتأت أن دخول قوات خليجية لأغراض محددة لحفاظ على الأمن البحريني، وليست للحفاظ على مواجهة المواطنين البحرينيين مع السلطة، لا، لحفاظ على الأمن البحريني، ارتأت هذه المنظومة الأمنية الموجودة في السلطة البحرينية أن تأخذ هذه الخطوة، وهم أدرى بشعابها. نعم، على كل حال نحن نحاول الاتصال بأحد من جمعية الوفاق أو المعارضين، لنقل المعارضين الشيعة في البحرين، للوقوف على وجهة نظرهم حيال ذلك. سيد سايمون هندرسون في واشنطن، إلى أي مدى في تقديرك يمكن أن تجر المسألة وما يحصل الآن بعد دخول القوات الخليجية إلى البحرين إلى أن تطلب فعلا بعض قوى المعارضة البحرينية من إيران أن تتدخل وأن تدعمها أيضا؟ هل سيكون متاحا لإيران أن تدخل بأي دور سواء سياسي مباشر وعسكري في البحرين؟ لا أعتقد أن إيران سوف تتدخل عسكريا. أعتقد أن إيران ستقول أشياء لن تكون مفيدة ومساعدة لحكومة البحرين، وربما أيضا يتحدثون ويعبرون عن دعمهم للشيعة في البحرين ويدينون التدخل من جانب السعوديين. ولكن العلاقة بين الشيعة، شيعة البحرين، وبين إيران هي أكثر تعقيدا مما نعتقد، وربما أكثر تعقيدا مما تعتقد حكومة البحرين. النظام في طهران لا يعتبر نموذج ومثال جيد للكثيرين من الشيعة. لقد رأينا هذا خلال حرب العراق إيران، حيث الكثير من الجنود العراقيين الذين حاربوا الإيرانيين كانوا من الشيعة أنفسهم. وما يجب أن نشير إليه هو أنه يمكن أن يكون هناك تعاطف مع إيران في صفوف الشيعة البحرينيين، ولكن هذا لا يعني بالضرورة أن الشيعة في البحرين يريدون العيش في إيران
أو على الرغم من أنهم قد لا يكونون سعداء مع آل خليفة، إلا أنهم بالضرورة لا يريدون حكومة تبدو مثل الحكومة الإيرانية في طهران. نعم سيد عبد الوهاب بدرخان، في موضوع الشيعة البحرينيين، يعني يرفعون شعارات أنهم بحرينيون ويؤكدون على أن حراكهم وطني، لكن هل سياق الأمور وطبيعة المواقف الإيرانية التي أشرت إليها قبل قليل، هناك أيضا موقف من حزب الله اللبناني يقول على حكومة البحرين أن تستجيب لمطالب الشعب وإيران تقول ذلك أيضا، هل يؤثر ذلك في يعني في تعزيز المقولة التي تقول أن حراك المعارضة هو حراك لخدمة المصلحة الإيرانية على حساب المصالح السعودية في البحرين؟ يعني هناك بعد داخلي لا شك فيه، هناك مطالب يجب الاعتراف بأن معظمها محق، والآخر والبعض الآخر من المطالب تستدعي الحوار والتوافق الوطني. لا أحد يناقش الناحية المطلبية، لا أحد يناقش أيضا أو يشكك بوطنية البحرينيين، بمعنى أنهم أن هؤلاء الشيعة يعني ليس طموحهم بالنهاية العيش في إيران أو العيش في نظام مثل النظام الإيراني، إن لديهم تصور لوطنهم ولديهم طموحات بمشاركة سياسية أكثر، بأن يكون لهم تمثيل أكثر في الحكومة، كل ذلك معروف يعني ليس جديدا، ولكن يعني أعتقد بأن الخطأ الحاصل هو أن المعارضة عندما بدأت الحراك لم يكن في الأساس مطلبها إسقاط النظام، لم يكن تغيير حتى النظام، كان هناك مطالب وكانت هناك دعوة إلى إصلاحات، ولكن شيئا فشيئا تغير الموضوع، يعني أصبح أكثر تشبها بما حصل في تونس وفي مصر، وخصوصا بعد عودة حسن مشيمع من لندن ومروره في بيروت، ويعني هناك كلام كثير عن أن حاليا ما يحدث في البحرين من حراك خصوصا في على مستوى الفصائل الأكثر تطرفا أو المتطرفة، هو بالتنسيق مع حزب الله الذي يتولى هذه المهمة بموافقة أو بطلب من إيران. يعني هناك دلائل على أن هناك تداخلا بين تدخلا إيرانيا بشكل أو بآخر. المهم الآن طالما أن هناك في دعوة إلى حوار، طالما أن هناك اعتراف بأن كل هذه الأمور يمكن أن تناقش، لماذا توضع الشروط التي يجب الحصول عليها من خلال الحوار قبل الحوار؟ يعني نعم. هذا يعني لماذا الحوار المشروط؟ لأنه نعم. يريد أن يحصل. دعني أنقل هذه النقطة لو سمحت أستاذ عبد الوهاب، أسف المقاطعة، إلى السيد علي الشهابي وهو معارض بحريني قبل أن ينقطع الخط معه. أهلا بك سيد علي الشهابي. أولا تعليقكم على دخول قوات سعودية وإماراتية إلى البحرين، لماذا تراه المعارضة احتلالا وهو جزء من اتفاقات دول مجلس التعاون، إذا ما شعرت بالحاجة الأمنية فإنها تطلب مثل هذا الدعم؟ في البداية أنا لا أعتقد أن هذا من ضمن الاتفاقيات، لأننا لو قرأنا الاتفاقية لوجدنا أن درع الجزيرة هو قوة أمنية كونت من أجل الحماية من أي عدوان خارجي، وليس لها أي حق في التدخل في أمن الدول، حتى وإن كانت الدول الخليجية نفسها احتاجت إلى أي تدخل. ليس من مهام هذا الجهاز أو هذه القوة تدخل في الشؤون الداخلية لأي بلد. ما نراه الآن أن حكومة البحرين حاولت أن تضرب المعارضة بورقة القبلية وتؤصل على علاقتها بالدول المجاورة على أنهم قبائل، ومن شروط أو من
مواريث القبائل أن تحكم العوائل وأن تظل في الحكم لفترات غير متناهية، وهذا ما سيرفضه الشعب. ولا أعتقد أن هناك من الشعب من يقبل بهذا الآن. ولو سألت أي أحد قبل العدوان لكان يمكن أن تجد. كيف ستتعاملون مع هذه القوات سيد علي الشهابي؟ أعيد السؤال سمحت. كيف ستتعاملون مع هذه القوات الخليجية الموجودة الآن في البحرين؟ كما تعاملنا مع القوات البحرينية بالأصل، نحن نعرف أن ما لدى البحرين هو كاف لتأدية المهام من القتل والمجازر وما يريد أن يفعل هذا النظام المستبد بنا يستطيع أن يفعله بقوته الداخلية الموجودة حاليا في الجيش وقوة الدفاع. نعم سيد علي الشهابي، يعني هناك اتهام لكم بأنكم تثيرون الشغب وتشلون البلاد ولا تتجاوبون مع أي دعوات للحوار. لديكم مطالب يقول لكم النظام والحكم اذهبوا وناقشوها. ولي العهد قال أمس أن هناك العديد من العناوين التي يمكن أن تطرح للنقاش وتشمل كل المطالب التي تطرح، فلماذا تشترطون، لماذا تريدون حوارا مشروطا بالموافقة المسبقة على بنود هذا الحوار أو على مضمون هذه البنود؟ لأننا من خلال التجربة مع هذا النظام طلبنا الحوار عدة مرات في السابق، وذهبنا إلى طاولات وأجرينا الحوار معهم عدة مرات. ما رأيناه من تجاوبهم معنا أن الحوار مجرد تنويع للمطالب وإخراج الحركة من مضمونها الفاعل الذي يظهر بالإعلام العالمي إلى طاولات حوار ليس لها أي ضمانات وسوف يتم تمييعها لمدة لا نعلم مداها، وسوف يقومون بسلب القضية من معناها وتمييع كل مطالب الشعب عن طريق الحوار. هو حوار مغلف، هو خداع كما تعودنا منهم دائما أن نرى هذا الخداع. نعم. سيد علي الشهابي، ما هو ردكم على الاتهام بأن حراك المعارضة البحرينية هو حراك بدعم إيراني لإسقاط نظام سني في المنطقة؟ وهذه مصطلحات طبعا يعني مطروحة في الخارج في التحليلات الغربية في الرؤية الغربية أن ثمة تدخلا الآن من دولة سنية كبرى هي السعودية لحماية نظام يحكمه سنة ضد معارضة شيعية تدعمها إيران. ما ردكم على مثل هذه النظرية وهذا التصور؟ كل هذا التنظير هو يصب في خانة الطائفية، وهذه ورقة تخطيناها بها ولم تعد تنفع بأي شيء. تخطينا ورقة الطائفية ولسنا نتكلم الآن عن أقلية وأكثرية وشيعة وسنة وإيران والسعودية. نحن لنا مطالب عادلة، ونعرف بأن النظام سوف يستخدم هذه الورقة، وقد أثبتنا للعالم أجمع وكما قال روبرت غيتس في زيارته إلى البحرين أن ليس هناك أي أدلة بتورط إيران في مطالب الشعب. هي مطالب مدنية، مطالب ديمقراطية عادلة. نعم، لكن ثمة من تحدث وفق ما نقل إلينا قبل قليل السيد حسين شبوكشي أن السيد مشيمع المعارض البحريني والسيد الشيخ علي سلمان يعني قال أنه في حال دخلت قوات خليجية إلى البحرين سيطلبون تدخلا إيرانيا. هل هذا يمكن أن يكون؟ هل فعلا يعني يمكن أن تطلب المعارضة البحرينية تدخلا إيرانيا؟ نتحدث عن المعارضة الشيعية بين مزدوجين. لا أعتقد هذا. أول ما تم فعله من قبل المعارضة هو مناشدة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بأن حكومة البحرين لم تكتفي بالمجازر التي فعلتها، وهي تريد أن تجلب لنا جلاوزة من أنظمة قبلية أخرى تريد أن تبيث أو أن تفعل بالشعب. لسنا نتكلم عن شيعة، نتكلم عن شعب بأكمله. هي تريد أن تزيد المجازر التي فعلتها باستجلاب هؤلاء من السعودية. نعم سيد علي الشهابي، بدقيقة لو سمحت، ما هو مطلب المعارضة الآن؟ نحن الآن أمام معارضة تنادي بمجلس تأسيسي من خلاله سوف يتم كتابة دستور جديد، دستور تأسيسي
يحدد كل الصلاحيات ويحدد نظام الحكم أيضا، إن كان بالملكية أو إن كان هذه. لا نريد أن ندخل في جدال حولها، ما نريده هو الآن هو السلطة للشعب. نعم، شكرا جزيلا، شكرا جزيلا لك الناشط السياسي البحريني المعارض علي الشهابي، كنت معنا عبر الهاتف من المنامة. سيد حسين الشبكشي، يعني تعليقك على ما استمعت إليه، إنكار لأي تدخل إيراني وتأكيد على أن المطلب هو دستور جديد يعيد السلطة للشعب وفق ما قال. مطلب من؟ الأستاذ علي الشهابي يتحدث باسم البحرين، باسم المعارضة البحرينية، هذا افتراض عالي السقف جدا. لم نرى استفتاء يتيح له الحديث بهذه المطالب وبهذا السقف وبهذا الكم من الناس. البحرين بلد كبير بسكانه، بلد كبير بطوائفه، بلد كبير بطموحاته. لا أستطيع أن أختزل ما قاله السيد علي شهابي في شخص واحد. البحرين لها برلمان، لها نواب، ولها مجلسين شورى ومنتخبين، فليتفضلوا ويتحدثوا، هذول ممثلين الشعب. هناك كتلة الوفاق البحرينية المعارضة تطلب هذه المطالب سيد حسين. أستطيع ولها الحق في أن تستمع للمطالب الأخرى التي موجودة في الشارع. لا يمكن أن نختزل رأي الوفاق ونعتبره رأي البحرين. هذا كلام خطير جدا، لأننا نختلق سابقة لا مثيل لها حتى في الجمهوريات الديمقراطية. هناك ضرورة مطلوبة أن يكون هناك تعقل وحكمة، ولا نستطيع أن نختزل رأي شخصي أو رأي جماعي محدود ونعتبره رأي عام. فيما يخص موضوع حزب الله بين هلالين وإيران بين هلالين، إيران ارتأت أن يكون وجهها في المنطقة هو حزب الله، هو أكثر قبولا. حسن نصر الله عربي، يتحدث العربية وله خطب تلقائية مطلوبة تستمع في كل الإذاعات، ولذلك حتى نرى التوافق الكبير ما بين الحركة الوفاقية على حركة الوفاق وما بين حزب الله، حتى ألوان العلم واحدة والخطاب واحد واللهجة واحدة والمرجعية واحدة. هناك طبعا بصمات إيرانية موجودة على الساحة السياسية وعلى الساحة المشاغبة الآن في الشارع البحريني، وهناك مطالب بحرينية بحتة سواء كانت شيعية أو سنية، لا يهمني أن أدخل في هذا الموضوع، لكن هناك تدخل إيراني. أعتقد أي عقلاني من البحرينيين نفسهم يعرفون هذا الكلام، وهذا الأمر في اختلال في التوازن البحريني قبل أن يكون في التوازن الخليجي. وهناك تصحيح يجب أن أذكره لضيفك السيد هندرسون، ذكر أكثر مرة أن هناك قوات سعودية دخلت، قوات خليجية، فلنلتزم بما يقوله الكتاب. هذه قوات خليجية أتت من مجلس التعاون الخليجي بطلب بحريني. مرة أخرى، التوازن المعروف في البحرين يجب أن يبقى توازن دقيق جدا بين طوائف سنية شيعية وأقليات موجودة يهودية هندوسية سيخية و بهرة وحتى مسيحية معروفة. البحرين واحة من السلام الآمن، حضارة عمرها أكثر من 3500 سنة. من الضروري أن نحافظ عليها لأنها فعلا إحدى السمات الحضارية التي نفتخر بها كعرب وكخليجيين. نعم سيد هندرسون، يعني هل من السهل نزع الهوية السعودية عن القوات التي دخلت وجعلها قوات خليجية؟ هي يعني وفق ما تنص عليه يعني بنود اتفاقات مجلس التعاون الخليجي أن القوات التي تدخل تحت عنوان القوات الخليجية تكون بأمرة القوات المسلحة للبلد الذي تدخل إليه. يعني الآن القوات السعودية والإماراتية هي بأمرة القوات البحرينية، وبالتالي يعني هي قوات خليجية كما يقول السيد حسين شبكش. لقد فقدت الصوت، لم أسمع. سأعود إليك بعد قليل حال إصلاح هذه المسألة. سيد عبد الوهاب بدرخان، ربما أعود معك إلى النقطة المتعلقة بحزب الله والموضوع الإيراني. هل يمكن أن نقرأ في سياق التطورات الأخيرة سواء أمس في التظاهرة في لبنان لقوى 14 من آذار، كان هناك شعار هو رفض سلاح حزب الله، وكان هناك صورة كبيرة جدا للملك السعودي ظللت هذا الاحتفال، واليوم جاءت هذه الأحداث في البحرين ودخول قوات سعودية. يرى البعض أن هناك نوعا من المناورة أو استجال عبر الساحات عبر لبنان والبحرين بين السعودية وإيران، بأنه إذا ما ضيق حزب الله على السنة في لبنان فإن السعودية تضيق على الشيعة في البحرين. هل قراءتك في هذه النظرة؟ لا، يعني أنا أعتقد أن وجود الصورة في تظاهرة
يعني على كانت موجودة على جانب من جوانب الساحة التي اجتمع فيها المتظاهرون في بيروت، لا أعتقد أنها تعبر عن أكثر من أن 14 تيار 14 أدار يقول بأنه ممتن للسعودية ومساعداتها ودعمها السياسي خصوصا. بالنسبة إلى البحرين، الأمر يعني واضح بأنه هناك تخوف أو على الأقل يعني معلومات مؤكدة لدى العواصم الخليجية بأن هناك دعما إيرانيا لما يحدث. ولا أعتقد بأن المعارضة الشيعية في البحرين كانت لتصعد تحركها ليصبح من مجرد الإصلاح إلى مطالبة بتغيير النظام وبإسقاط حكومة قبل بدء الحوار لو لم يكن هناك تغيير في التكتيك. ثم أنه على الأرض كما استطعت أن أعرف من خلال اتصالاتي أن المتظاهرين يقومون بتكتيكات شبيهة كثيرا بتكتيكات حزب الله في بيروت. الأمر الآخر هو أن هذا التصعيد التدريجي هدفه تعجيز الحل، يعني ليس هدفه الوصول إلى حل. وهذا أيضا من التكتيكات التي أصبحت معروفة عند حزب الله عندما يريد أن يفرض رأيه في أمر ما ولا يريد أن يفاوض بشكل يتوصل فيه إلى صيغة توافقية حول موضوع ما. يعني التشابهات كثيرة، لذلك يعني لا أرى أبدا أي يعني خلل في المنطق الذي دعا إلى إرسال القوات الخليجية إلى البحرين. نعم. اللا منطق أجده في أن تعتبر أولا احتلال وتعتبر وأن تكون ردة الفعل الإيرانية بأنها معنية مباشرة لأن قوات خليجية دخلت إلى بلد خليجي للمساعدة على استتباب الأمن. نعم. دقيقة ونصف الأخيرة أتركها لسايمون هندرسون. سيد سايمون أسف انقطع الاتصال معك قبل قليل، يعني أريد منك أولا الحديث عن أن القوات الآن هي قوات خليجية وليس السعودية أو إماراتية، وأيضا واشنطن كيف ستتابع هذه الأمور وهي التي دعت اليوم دول الخليج إلى احترام حقوق السكان البحرينيين؟ بالنسبة لمسألة هل هذه قوات سعودية أم تابعة لمجلس التعاون، إنها قوات سعودية إلى حد كبير ويجب أن ينظر إليها ضمن هذا الإطار. السعودية هي القلقة أكثر من أي دولة أخرى بشأن أحداث البحرين، وهي لديها شيعة سعوديين يعيشون في المنطقة الشرقية ولا تريد لما حدث في البحرين أن ينتشر وأن ينتقل إلى الشيعة السعوديين. بالنسبة لرؤية واشنطن للأحداث، أعتقد أن أخبار اليوم هي أن مساعد الوزير لشؤون الشرق الأوسط فيلتمان سيطير إلى البحرين أو هو في الطريق الآن، وإذا كان هذا صحيحا فهذا مؤشر على أن واشنطن أصيبت بالدهشة نتيجة للتدخل السعودي اليوم، وربما هي قلقة أو منزعجة من هذا التدخل. والسيد فيلتمان ذهب إلى هناك للتحدث مع البحرينيين وكي يقول للحكومة البحرينية أن واشنطن غير راضية وما ينبغي أن يفعلوه لاحقا. شكرا جزيلا لك. نلفت طبعا إلى أن فيلتمان كان سفير الأمريكي في لبنان سابقا وبالتالي لديه خبرة في التعامل مع جوانب من هذه الأزمة. شكرا جزيلا لك سايمون هندرسون في واشنطن، لحسين شبوكشي في جدة، ولعبد الوهاب الدرخان في بيروت، ولكل من شاركنا في هذه الحلقة الخاصة من ساعة حرة. إلى اللقاء.